مساء الرحمن الرحيم اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتابع معا مباراه الكره الطايره بين فريقي النادي الاهلي ونادي وادي دجله في الجوله 13 في الدوري الممتاز للكره الطايره سيدات الممتاز الف. لو انت قاعد امام شاشه قناه النادي الاهلي يبقى على يمينك نادي وادي دجله بزيه الاسمر، وعلى شمالك النادي الاهلي بزيه الاحمر. والنتيجة التعادل 1-1، والإرسال مع نادي وادي دجلة على إيدك اليمين، إرسال من أعلى تيجي في الشبكة ونقطة للنادي الأهلي، وينتقل إرسال للنادي الأهلي 2 الأهلي 1 وادي دجلة. هنقول لحضراتكم تشكيل النادي الأهلي على الإرسال، لاعبة رقم هقول لحضراتكم أهو، وادي ضربة ساحقة واستقبال من النادي الأهلي وإعداد من شروق فؤاد، وادي ضربة ساحقة من علياء هاني رقم 18 وحائط صد من النادي الأهلي ولكن كرة داخل الملعب، ونقطة لنادي وادي دجلة. تشكيل النادي الأهلي علياء هاني رقم 18، رقم 11 رقم 17 سلمى يوسف، رقم 18 قلنا علياء هاني، مريم ثروت، وادي رقم 9 شروق فؤاد معدة الفريق. ارسال من اعلى والتعادل 2-2 واستقبال من ندى وليد ليبرو الفريق وخارج الملعب، ونقطة للنادي الاهلي النقطة الثالثة، ويتقدم النادي الاهلي 3 ونادي وادي دجلة 2. وعلى الارسال لاعبة رقم هقول لحضراتكم رقم 17 سلمى يوسف على الارسال، استقبال من اعلى، استقبال اعداد وحائط صد من رئيس المحترفه من بورتوريكو، ونقطه لنادي وادي دجله والتعادل 3-3 والارسال ينتقل الى نادي وادي دجله. يبقى على ايدك اليسار النادي الاهلي بزيه الاحمر، شروق فؤاد رقم 9، رئيس رقم 5 المحترفه من بورتوريكو بتلعب في مركز 3، والمعدة الفريق شروق فؤاد، وعلياء هاني رقم 18، وندى وليد رقم 2 ليبرو الفريق، ورقم 5 من النادي الاهلي ديانا رايس قلنا عليها المحترفه من بورتوريكو. والارسال مره ثانيه مع فريق وادي دجله والتعادل 3-3. هنقول لحضراتكم دلوقتي ارسال من اعلى، استقبال واعداد من شروق وضربه ساحقه من علياء هاني رقم 18 بيزرعها الايسر وبتجيب نقطه، وفي ساره امين رقم 11 اهو طالعه، ورقم 10 طبعا زين العالمي، وادي نقطه للنادي الاهلي والاهلي يتقدم 4، والارسال مع النادي الاهلي، الارسال مع لاعبه النادي الاهلي، وارسال من اعلى مره ثانيه والكره بتيجي خارج الملعب. علياء هاني طبعا لعبه الارسال وكلاكيت تاني مره لعلياء، 4 الاهلي، 5 الاهلي، 3 وادي دجله. وعلى الارسال علياء هاني رقم 18، علياء بتلعب في مركز 3 وبتضيع الارسال وبتيجي في الشبكه، ويدير هذا اللقاء الحكمة نجلاء طلعت وبتعاونها إيمان سمير. إيمان أشرف. ويقام اليوم حوالي 8 مباريات في الدوري الممتاز، المجموعة الأولى الأهلي مع وادي دجلة اللي أمام حضراتكم. ضربة ساحقة قوية من رئيس المحترف من بورتوريكو بتجيب من مركز 3 ضرب سريع وبتجيب النقطة الستة، ويتقدم النادي الاهلي اهي طالعه وضربه من اعلى كوره من اعلى نقطه في الكوره وبتجيب النتيجه 6-4 وادي دجله. والارسال مع زين العلبي رقم 10، زين هتلعب الارسال والنتيجه 6-4 اهي، وادي الارسال من اعلى، استقبال اعداد خلفي ومحاوله من شروق فؤاد، استقبال وعلياء هاني وزينه بتلعب الكره صواب عشان تعدي الملعب الثاني، وادي ضربه ساحقه ومحاوله ولم الكره من فريق النادي الاهلي وضربه ساحقه من زينه ومره ثانيه، ولكن الكره نقطه وايه خالد ساره امين رقم 11 يعني بعيده الكره عنها شويه اهي، ضربه ساحقه من رقم 6 من نادي وادي دجله
لا وليد. والنقطة النقطة الخامسة، خمسة الوادي دجلة، ستة النادي الأهلي، وإرسال واستقبال من ندى وليد. ملعب مرة تانية، ريس بتلعب الكرة للخلف، وادي ضربة ساحقة خلفية من زين العالمي، ومرة تانية في حائط صد كده، ولكن زينب بتقع وبتحاول ان هي تنقذ الكرة ونقطة التعادل، ويتعادل فريق وادي دجلة ستة الأهلي ستة. حمد كابتن حمدي الصافي المدير الفني للنادي الأهلي طبعا شكله طبعا زعلان من النتيجة، نتيجة التعادل، وطبعا كان عايز يبقى متقدم. وادي نقطة للنادي الأهلي، وتقدم النادي الأهلي سبعة. رئيس على الإرسال رقم خمسة محترف بورتوريكو، أهي طلع حق الصد من في الكرة في الإعادة، ونقطة للنادي الأهلي. رئيس على الإرسال، إرسال من رئيس بالذراع الأيمن، بتلعب إرسال قوي واستقبال، اعداد هناك بتشد في مركز أربعة، والكرة على الشبكة، ومحاولة لإنقاذ الكرة من لاعبات النادي الأهلي لتعديتها إلى الملعب الآخر، ومحاولة مرة تانية من فريق وادي دجلة، وحائط صد سلمى يوسف بتيجي في الدقيقة وبتنزل ملعب النادي الأهلي، ونقطة التعادل لوادي دجلة سبعة سبعة. الشوط الأول مباراة الكرة الطايرة في الجولة 13 من دوري الكرة الطايرة الممتاز ألف سيدات، بين فريقي النادي الأهلي ونادي وادي دجلة بصالة الشهداء بفرع الجزيرة بالنادي الأهلي. والتعادل، وادي مرة ضربة ساحقة من زينة، ومرة أخرى محاولة من ليبرو الفريق ندى وليد، ولكن الكرة أسرع من ندى وتبقى نقطة لنادي وادي دجلة أهي. الإرسال، إرسال من أعلى، المباراة هتبقى قوية واضح، لأن النادي الأهلي بيحتل المركز الأول ووادي دجلة بيحتل المركز الثالث، فطبعا هتبقى مباراة قوية بين فريقين. وكده نقطة التعادل، نقطة لا كده التعادل 8 8، الأهلي 8 وادي دجلة 8، والإرسال مع وادي دجلة. إرسال من أعلى، استقبال خارج الملعب، خارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي، وانتقل الإرسال إلى النادي الأهلي. اللاعبة رقم 9 شروق فؤاد معد الفريق، وأدي أمام حضراتكم علياء هاني وسلمى يوسف على خط الهجوم أمام الشبكة، ومعاهم طبعا ومحاولة مرة تانية من لاعبات النادي الأهلي، وضربة ساحقة وحائط صد خارج الملعب من وادي دجلة، ونقطة للنادي الأهلي. 10 الأهلي، 8 وادي دجلة، أهو طلعة وضربة سارة أمين وبتجيب نقطة العشرة. إرسال شروق فؤاد مرة تانية، بيرجع النادي الأهلي، شروق بتعد هناك خلفي لعلياء هاني وبتجيب نقطة 11 بذراعها الأيسر، شكله اتغير وتنفس الصعداء الكابتن حمدي، الفارق بقى 3 نقاط لصالحه أمام حضراتكم أهو، شفناه في المرة دي والمرة اللي فاتت لما كان في تعادل، دلوقتي 3 نقاط لصالح النادي الأهلي فارق. شروق بتلعب الإرسال من أعلى، وادي استقبال ومحاولة مرة تانية ولكن خارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي. النقطة 12، 12 الأهلي، 8 لنادي وادي دجلة، والإرسال مع شروق فؤاد رقم 9 معد الفريق. في كلام كده لسه منتظر قرار الحكم، الحكم نجلاء طلعت ومعاونا لها إيمان أشرف حكم تاني هذا اللقاء في صالة الشهداء، أهي بيتكلموا مع بعض. كابتن فريق نادي وادي دجلة معترض على القرار إن الكرة دي اتحسبت للنادي الأهلي، وخلاص هي حسمت الموقف كابتن نجلاء. إرسال من أعلى ومحاولة وحائط صد جميل من لاعبات النادي الأهلي بمركز أربعة، يا ندى تسلم إيديك يا ندى، حائط صد منيع. نقطة للنادي الأهلي، والنقطة 13، 13 الأهلي كده،
11-11، النتيجة كانت 11-11، كان في خطأ على الشاشة كده، تقدم وادي دجلة 12-11. استقبال إعداد مرة تانية من آية خالد، مرة أخرى محاولة وضربة ساحقة ونقطة لنادي وادي دجلة، تقدم نادي وادي دجلة 13-11. الإرسال مع دجلة، استقبال النادي الأهلي، إعداد شروق فؤاد هناك في مركز أربعة، وتضرب بالذراع الأيسر سلمى يوسف وبتجيب نقطة، نقطة 12 12 13 أهو بالذراع الأيسر. إرسال من أعلى، سارة أمين ومحاولة مرة تانية من حائط الصد، ولكن زاوية الحائط الصد كانت مفتوحة، فالكرة مشيت على حافة الشبكة وخرجت بره الملعب، وتبقى من ناحية النادي الأهلي، وتبقى نقطة لنادي وادي دجلة 14 14 دجلة 12 الأهلي. والإرسال مع سبعة من دجلة، هنا تامر مرة تانية، علياء هاني بتضرب وفي حائط صد كده، وفعلا نقطة للنادي الأهلي، نقطة للنادي الأهلي، النقطة 13. والإرسال مع الأهلي، الليبرو خرج ندى وليد ونزلت رايس اللي هي مركزها، لأن هي بتساعد ما تيجي اللفة وتطلع الليبرو قدام بيخرج وبتنزل اللاعب الأوبزيت بتاعها. وادي محاولة مرة تانية ونقطة لفريق وادي دجلة 15. وادي دجلة 13 النادي الأهلي. والإرسال مع ملك البحيري، إرسال من أعلى، استقبال ندى وليد، وإعداد لشروق ورايس بتلعب الكرة بليسنج كده، ولكن في استقبال جيد، ومحاولة مرة تانية من حائط الصد علياء هاني، والنتيجة التقدم 16-13 لوادي دجلة، وفارق 3 نقاط لصالح نادي وادي دجلة. نلعب ونحاول ان احنا احسن وشكلنا احسن ان شاء الله. خارج الملعب ونقطة للنادي الاهلي، جت في لاعبة لا ولا ايس 17 الاهلي، 17 وادي دجلة، 13 الاهلي. وقت مستقطع طلبه طبعا الكابتن حمدي الصافي، اهو شكله بيدي تعليمات لكل اللاعبات ويحاول ان هو يقلل الفارق. 4 نقاط لصالح وادي دجله امام حضراتكم. اللاعبات الاحتياط بتدي لزمايلها الميه، اللي عايز يشرب ميه. وادي فريق وادي دجله، في رايس وشروق فؤاد كده، اللعيبه المحترفه بورتريكو بتتكلم مع شروق فؤاد على اساس اللعب، انت تتقدم وانا اتقدم. طبعا هم طبعا الاثنين خلف بعض، ويجب ان طبعا اللعيبه اللي في الخط الامامي الهجوم يبقى قبل اللعيبه اللي في الخط الخلفي عشان ما يحصلش خطا دوران. رقم 17 على الارسال من نادي وادي دجله ملك البحيري، ارسال من اعلى، استقبال ساره امين، ومحاوله مره ثانيه من علياء هاني وذراع الايسر مره اخرى ملك، وحائط صد ونقطه ضيع، حائط صد النقطه 18 تتعوض ان شاء الله. ونلعب فوق حائط الصد اهي، نطلع، ولكن حائط الصد جه اعلى المره دي او جه بالتمام. منتظر صافرة الحكم، اللاعب رقم 17 ملك البحيري، واستقبال من ندى وليد، وإعداد ومحاولة من
لاعبات النادي الاهلي عايزين يقللوا الفارق 5 نقاط، وضربه ساحقه من لاعبه النادي الاهلي من ايه الشامي. ايه الشامي اهي بيجيب نقطه، والنقطه رقم 14. ايه اهي كابتن ايه اللي دفع بيها الكابتن حمدي الصافي عشان يقدر يقلل الفارق، وايه من اللاعبات والنجمات والخبره في النادي الاهلي، ولكن في دفاع عن الملعب يجب ان احنا لو في تغطيه على حائط الصد او على الضارب لازم تكون سريعه واسرع عشان نقدر نقلل الفارق ونوصل للتعادل ان شاء الله. هو كان في طبعا تغييرات اتعملت في النادي الاهلي، ايه الشامي نزلت، وادي مريم ثروت رقم 15 نزلت. نقطة خارج ونقطة للنادي وادي دجلة، وهو في اعداد وحائط صد طالع، ولكن جت في حائط الصد الاهلاوي وخارج الملعب. 20 وادي دجلة، 14 النادي الاهلي. ارسال من اعلى ونقطة لنادي وادي دجلة، والنقطة 21 14، فارق 7 نقاط لصالح وادي دجلة. تغيير للنادي الاهلي، بيعمل تغييرات الكابتن حمدي الصافي، نمرة 4 نزلت من النادي الاهلي وخرجت زين العلمي. ارسال من اعلى، استقبال ومحاولة مرة تانية من مريم ثروت المعد الثاني، وضربة ساحقة من رايس وبتجيب النقطة رقم 15 اهي، طلعوا وجابت نقطة وضربة من أعلى نقطة. نزلت دعاء الغباشي رقم 4 اهي، رقم 4 على الإرسال، مركز 4. كابتن دعاء بيلعب إرسال من أعلى، استقبال ولسه ما زالت، لا الاستقبال من ندى وليد خارج الملعب، والنقطة 23. لازم نلعب ونغطي على الضربات الساحقة وعلى الإرسالات وعلى حوط الصد عشان ما نضيعش الكورة، ونخلي بالنا من أول كورة دايما. استقبال أول كورة بيخلينا نعمل جملة كويسة وممكن نجيب منها نقطة. إرسال ضايع من وادي دجلة، والنقطة 15 للنادي الأهلي، وعلى الإرسال رايس رقم 5 محترفة من بورتريكو. إرسال من أعلى، استقبال إعداد هناك في مركز 4 وضربة ساحقة، ولكن حائط صد من سلمى ومريم غير موفق، والنقطة 24، النقطة 23 لوادي دجلة. في تغيير أهو، هتنزل مي غزال مكان 17 علياء، مكان 17 سلمى يوسف. مي غزال رقم 14 مكان سلمى يوسف، أربعة مركز 3 برضه. ستاشر الأهلي، 23 وادي دجلة، والإرسال مع وادي دجلة. إرسال من أعلى، آية الشامي، مريم ثروت وبتحاول تلعب، آية سارة أمين وبتلعب الكرة وبتجيب النقطة أهي، طالعة تجيب النقطة رقم 17، والإرسال مع مريم ثروت رقم 15 معد الفريق. مريم هتلعب إرسال من أعلى، مريم استقبال إعداد هناك كده ومحاولة ودفاع عن الملعب وإعداد خلفي، وآية الشامي بتلعب الكورة فوق حائط الصد مرة تانية، في استقبال آية، إعداد مريم بضربة ساحقة هناك خارج الملعب من سارة أمين رقم 11، والنقطة 24 لوادي دجلة. نقطة وينتهي هذا الشوط. لسه بدري، لسه بدري، لسه أول شوط،
نعوض في الاشواط اللي جايه. ونقطة لنادي وادي دجلة، والنتيجة 25-17 الشوط الأول لصالح وادي دجلة. طبعا إن شاء الله الراحة ما بين الشوطين، ونشوف الكابتن حمدي الصافي هيعمل إيه في الشوط الثاني. راحة بين الشوطين ونعود لحضراتكم مرة أخرى. مع حضراتكم في الشوط الثاني لمباراة الكرة الطايرة بين فريقي النادي الأهلي ووادي دجلة. والشوط الأول تقدم وادي دجلة 25-17. نأمل في الشوط الثاني كابتن حمدي الصافي تشكيلي يكون موفق إن شاء الله بإذن الله، وناخد الشوط الثاني والثالث والرابع وبنفوز إن شاء الله بنتيجة هذا اللقاء. أدي أمام حضراتكم كابتن حمدي الصافي، وأدي كابتن نجلاء طلعت حكم المباراة، وبيعاونها طبعا كابتن ياسمين أشرف، وأدي اللاعبات نزلت أرض الملعب. معدة مريم ثروت رقم 15، 11 سارة أمين، ومعاهم رقم هقول لحضراتكم آية الشامي رقم 1، واثنين ندى وليد ليبرو الفريق، وعلى إيدك اليمين هيبقى النادي الأهلي بفانلة الحمراء والشورت أو البنطلون الأسود، ومعاهم مي غزال رقم 14، وبعدين رقم 16 آية خالد تلعب في مركز 3 اهي اللي خرجت ونزلت ندى وليد مكانها، ودعاء الغباشي رقم 4 في مركز 4. ايدك على ايدك اليمين النادي الاهلي بزيه الاحمر، وعلى ايدك اليسار بزيه الازرق القاتم او الاسود فريق وادي دجله. وامام حضراتكم مباراه الكره الطايره بين فريقي اللي لسه جاي قدام شاشه قناة النادي الأهلي. كرة الطايرة بين الأهلي ووادي دجلة في الدوري الممتاز الأسبوع ال 13، كل الأمنيات لفريق النادي الأهلي بتحقيق الفوز والأمنيات، وهو متصدر مجموعته برصيد 12 مباراة وهو عنده 33 نقطة. وإرسال من النادي الأهلي استقبال إعداد، وادي أول نقطة الارسال مع نادي وادي دجله، واحد وادي دجله لشيء النادي الاهلي. اهم حاجه عندنا الاستقبال، الكره الاولى تؤدي الى جمله فنيه ناجحه وممكن تجيب منها نقطه. ادي الاستقبال اهو، ادي الاستقبال وطلعت، بص ادي بص لسه بقول لحضراتكم اعداد كويس، استقبال كويس، اعداد كويس، ضربه ساحقه ونقطه من نهايه الجمله من مي غزال اهي، مريم ثروت مي غزال، وبتضرب وبتيجي في حائط الصد وبتبقى نقطه للنادي الاهلي، نقطه التعادل، والاهلي واحد وادي دجله واحد. وادي مره ثانيه حائط صد، نظبط نفسنا بقى، حوات الصد والتغطيه على حائط الصد والتغطيه على الضارب اهي، حائط الصد للمره الثانيه من مي غزال ومن ايا الشامي، ومحاوله مره ثانيه اهو، وادي دفاع عن الملعب، واضح ان في دش كده ده يعني من كابتن حمدي الصافي عشان اللاعبات تصحصح وتفوق. وادي محاوله جميله من النادي الاهلي ولاعبات النادي الاهلي اهو، واطول كره في الماتش لحد دلوقتي اهي اهي خارج الملعب، معلش هي شكلها حلو ولكن هي خارج الملعب حلوه وجميله. ونبدا بقى نركز ونشوف ونضرب من ثلاثات سريع، ونضرب من اثنينات واربعات، وهتكون وعشان نجيب اهو، ادي الكره معده كويس، ودعاء الغباشي بس ايديها جت ما قفلتش الزاويه وهي بتضرب، فنقطه لنادي وادي دجله. استقبال النادي الاهلي واعداد مريم ثروت، وهتضرب دعاء الغباشي اهو في مركز 4، ومحاوله مره ثانيه وفي كده، ونقطه للنادي الاهلي عفوا. التعادل 2-2. نزلت كابتن آية خالد رقم 16 من النادي الأهلي مكان الليبرو طبعا، لأن اللفة جت، وآية الشامي على الإرسال، لعبة إرسال قوي، استقبال ونقطة للنادي الأهلي. آية خالد يا آية، 100 100 يا آلة، تسلم إيديكي. التلاتة الأهلي، 2 وادي دجلة، والإرسال مع مي غزال،
مي رقم 14 هتلعب ارسال من اعلى ايه؟ 3 الاهلي 2 وادي دجله. والشوط الثاني قلت لحضراتكم لازم يبقى في صحصحه في فوقان كده، وادي استقبال وادي نقطه للنادي الاهلي، والنقطه 4 وقيس ارسال قوي من مي غزال، الله عليك يا مي. يلا في تشجيع من اللاعبات كده، يعني في كده نبره جديده وتشجيع قوي في الشوط الثاني للاعبات النادي الاهلي، لما حسوا ان خسروا الشوط الاولاني هيحاولوا بقى ان شاء الله يعوضوا وياخدوا الشوط ده. وحائط صد ناجح اهو، تغطيه من ايه كانت ومره ثانيه ولكن الكره دي مش كويسه، ونقطه لوادي دجله، 3 وادي دجله 4 النادي الاهلي. عفوا اهي من ايه خالد من تحت الشبكه، 3 وادي دجله 4 النادي الاهلي، واستقبال النادي الاهلي وليد ندى وليد، واستقبال ودعاء بتضرب احسن يا دعاء، تسلم ايديكي. النقطه الرائعة 5 ويتقدم النادي الاهلي 5-3 اهو. هو ده ولا بلاش؟ هو ده اللعب ولا بلاش؟ يلا يا بنات، 5 الاهلي 3 وادي دجله، وادي ارسال اعداد ومحاوله من فريق وادي دجله، وحائط صد ناجح من مريم ثروت وآية خالد، نقطه للنادي الاهلي، دبل سكور 6-3. انا نفسي اشوف شكل الكابتن حمدي الصافي دلوقتي بعد تقدم النادي الاهلي وزياد الفارق الى 3 نقاط في الشوط الثاني. استقبال اعداد ومحاوله، حائط صد نغطي على حائط الصد اهو، كابتن حمدي اهو برضه لسه ما انسجمش الا لما ياخد الجيم الثاني والجيم الثالث والرابع لصالحه عشان يفوز بهذا اللقاء. والنتيجه 4 وادي دجله 6 الاهلي، والارسال ويغيب عن هذا اللقاء طبعا كارينا اكاسو زي ما احنا شايفينها خلف اللاعبات وادي دجله اهي، ما في اصابه في عندها اصابه مش هتقدر تلعب وهي غياب عن هذا اللقاء. مرة تانية وحاطس وتغطية على حائط الصد من ضربة ساحقة من دعاء الغباش، تسلم ايديك يا دعاء. والنقطة 7 للنادي الاهلي، 7 الاهلي 4 وادي دجلة. دب الحباس والصحوة والنشاط في لاعبات النادي الاهلي في الشوط الثاني، ولعب بتشكيل مختلف شوية الكابتن حمدي الصافي. دعاء الغباشي رقم 4 ومركز 4 وبتلعب ارسال واعداد ومحاوله مره ثانيه، ونقطه للنادي الاهلي. في لاعبه خلفيه من نادي وادي دجله بتلعب الكوره، راح تعترض رقم 1 من نادي وادي دجله مايا محمود رقم 1 على القرار بتاع الحكم. منتظرين قرار اهو، ودعاء الغباشي على الارسال، والنتيجه 8-4 دبل سكور، 8-4 الاهلي وادي دجله. ارسال اعداد ومحاوله وحائط صد ودفاع عن الملعب، وفعلا الشوط ده مختلف تماما، مختلف تماما عن الشوط اللي فات. نقطه لنادي وادي دجله، 5 وادي دجله 8 الاهلي. في كده نشاط وحيويه وصحوه في هذا الشوط من لاعبات النادي الاهلي اهو. ندى وليد رقم 2 لاعيبه الليبرو، وبجوار بتلعب طبعا اهي امام حضراتكم. استقبال من مي غزال وضربه ساحقه من ساره امين رقم 11، ومحاوله ونقطه، نقطه من ايه الشامي الخبره اللي بتلعب في مكان الفاضي الكوره. عفوا، والارسال مع النادي الاهلي، آية خالد رقم 16 بتلعب ارسال من اعلى، ارسال قوي، استقبال ومحاولة من حائط الصد مرة تانية. قلنا لحضراتكم ان الشوط ده مختلف تماما، وهو دفاع عن الملعب وتغطية ونقطة للنادي الاهلي من لاعبة النادي الاهلي مريم ثروت رقم 15 اهي اهي، اللي هي معدة الفريق، لعبت الكرة بليسنج كده بصوابع على طول بدل ما تعدها،
لمي غزال في سريع مركز ثلاثة، لا لعبتها على طول في ملعب وادي دجلة وبتجيب منها النقطة العشرة ودبل سكور 10-5 لصالح النادي الأهلي. وقت مستقطع طلبه طبعا كابتن أحمد سعيد المدير الفني لنادي وادي دجلة عشان الأخطاء، وادي أمام حضراتكم أهو ادي الجهاز الفني للنادي الأهلي، كابتن حمدي الصافي، ياسر صلاح، أحمد عبد الفتاح، إيهاب حسن مدرب إداري، رانيا عبد العزيز مخطط احمال، وليد عصمت اداري، هدير وحيد طبيب، منه الله عادل توفيق او منه عادل توفيق علاج طبيعي، وكابتن شريهان سامح محلل تقني. والارسال مع النادي الاهلي، ايه خالد رقم 16 على الارسال، ارسال من اعلى يا ايه، برافو، ارسال من اعلى مع الوزن واعداد، ومره ثانيه حائط صد خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي. يلا يا اهلاويه خلوا بالكم معانا شويه، نقطه 11 للاهلي، 5 لوادي دجله، في تناسق ما بين اللاعبات كده، ولاحظنا ان الاهلي فايق الشوط ده، بنات الاهلي فايقين يا جمال ويا جمال على بنات الاهلي. وايه خالد بتلعب ارسال من اعلى وخارج الملعب يا ايه، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 12، ويتقدم الاهلي 12. الشوط ده عكس الشوط اللي فات تماما تماما، فارق 7 نقاط، 12 الاهلي، 5 لوادي دجله، في اعتراض على النقطه اللي فاتت. يا ريت بس تجيبوا لنا الحكم والاعتراضات اللي موجود عشان نقول برضو ونتابع ونعرف الاحداث. 12 الاهلي، 5 لوادي دجله، والارسال ايه خالد، بسم الله ما شاء الله، ونقطه، لا يا ايه، يا ايه مش عايزين، مش يعني نقطه، ما يجراش حاجه، نعوض نعوض يا بنات. 6 وادي دجله، 12 الاهلي، دبل سكور، يلا نستقبل ونلعب ونعد. عايز الدوران طبعا، الكابتن احمد سعيد بيسال على الدوران عشان اللاعيبه ما تلعبش الارسال خطا ويبقى في خطا دوران ويتحسب عليه نقطه. ارسال من اعلى مايا محمود من نادي دجله، استقبال النادي الاهلي، وضربه ساحقه من مي غزال، ومره ثانيه، ويلا يا يلا، ضربه ساحقه من ساره امين رقم 11، وحائط صد ودفاع عن الملعب، و وندى وليد ليبرو الفريق بتلعب الكوره كده، ولكن ادي الجهاز النادي الاهلي اهو امام حضراتكم، كابتن ياسر صلاح، كابتن احمد عبد الفتاح، كابتن حمدي الصافي واقف طبعا، ولاعبات او احتياطي النادي الاهلي اللي في المباراه. النقطه 13، ومريم ثروت رقم 15 على الارسال، معد الفريق، ارسال من اعلى مريم، استقبال واعداد وحائط صد طالع اهو، واهو، ونقطة للنادي الأهلي، نقطة، والإرسال مع النادي الأهلي، والنقطة 14، 14 الأهلي، 6 لوادي دجلة، 8 نقاط فارق، وهو مريم ثروت على الإرسال رقم 15، معد النادي الأهلي، إرسال من أعلى، استقبال، إعداد كده، وضربة خلفية من لاعبة خلفية، وتبقى بتتحسب نقطة للنادي الأهلي، والنقطة 15. لا هي ضربت أعلى من الحافة العليا للشبكة، فنقطة للنادي الأهلي، 15 الأهلي، 6 وادي دجلة، وعلى الإرسال مريم ثروت 15، معد الفريق، إرسال من أعلى، استقبال خلفي وإعداد، وحائط صد ناجح، مي غزال وسارة أمين، زوجي محترم ومتناسق وبيجيب نقطة أهو، طالعين حائط صد زوجي أهم، فرحة ما بعدها فرحة، والنقطة 16، 6 و10 نقاط فارق لصالح النادي الأهلي. وقت مستقطع طلبه الكابتن أحمد سعيد المدير الفني لنادي وادي دجلة، هذا الشوط مختلف تماما أهو، وادي الفرحه بقى باينه على الكابتن حمدي الصافي طبعا، بيقول لهم استمروا في هذا ويكملوا هذا الشوط بهذه الحلاوه وهذا الجمال اهو. بص بص اللاعبات بتشجع بعضها، عشان مريم ثروت ما زالت على الارسال، 16 الاهلي، 6 وادي دجله، و10 نقاط فارق، والشوط الاول طبعا مع الاعتذار للشوط الاول،
مريم ثروت ارسال من اعلى، استقبال اعداد وضربه ساحقه حائط صد مره تانيه من مي غزال. يا غزال ونقطه للنادي الاهلي، نقطه 17. في تغيير في صفوف وادي دجلة. طبعا الكابتن احمد سعيد عايز يعمل تغيير ويشوف طبعا بعد النتيجة ما اصبحت 17 للنادي الاهلي 6 لوادي دجلة. والارسال مع مريم ثروت بيلعب ارسال من اعلى، استقبال ومحاولة مرة تانية من النادي الاهلي للسيطرة على المباراة، وهم الاحسن دلوقتي. وادي ضربة ساحقة من سارة امين رقم 11 من مركز 4 وبتجيب النقطة 18. اهو شفنا الشوط الثاني، وشفت ادي الضحكة بانت عليهم بعد التفوق وفارق النقاط واللعب الجميل. الشوط الثاني مختلف تماما عن الشوط الاولاني. استقبال النادي الاهلي، مهي غزال واعداد خلفي وايا الشامي بتضرب يا ولد، ونقطة للنادي الأهلي، والنقطة 19. الأهلي 6 وادي دجلة. يا جمال ويا جمال على لاعبات النادي الأهلي والفارق واللي صالحهم. وادي إرسال من أعلى مريم ثروت، وادي ضربة ساحقة. لازم نخلي بالنا والارسال ينتقل الى نادي وادي دجله، والنتيجه 7 وادي دجله 19، فارق 12 نقطه فوق ال 10، يعني حاجه كده قبها. ارسال من نادي وادي دجله، وادي الارسال اهو وخارج الملعب، ونقطه لنادي وادي دجله، النقطه 8. وادي جماهير النادي الاهلي بتشجع فرقتها، هم جماهير جوم اهم. طبعا جماهير العظيمه للنادي الاهلي بتقف ورا فرق النادي الاهلي في كل الالعاب، الباسكت والطايره واليد والكوره، وبالتوفيق دايما لكل الفرق الرياضيه بالنادي الاهلي، العاب فرديه، العاب جماعيه، وكره القدم. سارة أمين رقم 11 على الإرسال، والنتيجة 20-8. وادي إرسال من أعلى، ضربة ساحقة ومحاولة مرة تانية من لاعبات النادي الأهلي. وادي سامعين أصوات، وشفنا الجماهير العظيمة اللي بتآزر فرق النادي في كل مكان وفي كل وقت، أهي أمام حضراتكم مخرجنا حبيبنا جبهنا، أمام حضراتكم أهم الجماهير الوفية اللي دايما بتساند الاهلي وتدعمه في كل مواقفه وفي كل وقته. ارسال مع وادي دجلة، طبعا التشجيعات والحاجات دي طبعا هتبقى اكيد لها تأثير ايجابي. الحكم الاول بينادي على أكيد على حد من اللي في الملعب، يعني ابعدوا عن الملعب شوية. أهي كانت الحكم الثاني كانت أكيد بتخرج حد أو بتظبط الاحتياط. وإرسال مع نادي وادي دجلة، 9 وادي دجلة 20 الأهلي، وإرسال ضيع والنقطة 21. وعلى الإرسال مي غزال، تغيير أو التغيير في التشكيل في الشوط ده عمل انقلاب في الأداء لصالح النادي الأهلي. مي غزال على الارسال، ارسال من اعلى مي، استقبال وخارج الملعب، وادي النقطه 22 لصالح النادي الاهلي. الاهلي 22 9 وادي دجله. وعلى الارسال مي غزال تاني، مي غزال يا غزال رقم 14 هتلعب ارسال من اعلى مع الوزن، اهي
الجماهير دي بتعمل حاسه كده للاعبات وبتديهم دفعه معنويه ودفعه نفسيه كبيره. وادي اهو دفاع عن الملعب، وادي ساره، وادي ايه بتعدي الكوره الى ملعب نادي وادي دجله استقبال مره ثانيه مي غزال، وادي دعاء الغباشي تضرب من مركز اربعه وتجيب النقطه 23. 23-9 والارسال مع النادي الاهلي ما زال مستمر مع مي غزال. ارسال من اعلى، استقبال واعداد ومحاوله من نادي وادي دجله عايز يقلل الفارق وعايز، ولكن طبعا الفارق كبير جدا والنقطه 24 للنادي الاهلي والتقدم للنادي الاهلي يعني فارق كبير جدا 15 نقطة فارق. وادي النقطة اهي، النقطة 24 اهي، والارسال مع النادي الاهلي. ارسال من اعلى مي غزال والنقطة 25، وينتهي الشوط الثاني 25-9 لصالح النادي الاهلي. شفنا تغيير الاداء، شفنا الشكل الجميل في الشوط ده، وطبعا هنروح لراحه ما بين الشوطين. الشوط الاول كان 25-17 لصالح وادي دجله، والشوط الثاني لصالح النادي الاهلي 25-9، وهنروح لفاصل ما بين الشوطين الثاني والثالث ونرجع لكم مره ثانيه مع حضراتكم في الشوط الثالث من مباراه الكره الطايره من قناه النادي الاهلي، الكرة الطايرة بين فريقي النادي الأهلي ووادي دجلة في الممتاز ألف سيدات، والتعادل في الأشواط 1-1. والأهلي شفنا في الشوط الثاني عمل إيه، تغيير كازري وفي شكل الأداء وفي الأداء وفي، وشفنا الصورة الجميلة اللي ظهرت بها لاعبات النادي الأهلي في الشوط الثاني، وفرقوا جامد 25-9 يعني 16 نقطة لفارق لصالح النادي الأهلي. وادي تشكيل النادي الأهلي على إيدك، أيوه الأهلي على إيدك الشمال في الملعب اهو، مريم ثروت رقم 15 معدة الفريق، آية الشامي رقم 1، ادي اللاعبات، آية خالد رقم 16، سارة امين رقم 11، ومي غزال رقم 14 سنتر بلوك، وموجودة رقم 10 رقم 2 ندى وليد ليبرو الفريق امام حضراتكم اهي، وقلنا دعاء الغباشي في مركز 4 رقم 4. كده لاعبات النادي الاهلي السبعه، سته في الملعب، والليبرو واقف اهو عشان ننزل مكان لاعبه النادي الاهلي اللي هتخرج في الليبرو اهي. ادي لاعبات الاهلي طبعا بيشجعوا نفسيهم، وادي طلعت ايه خالد ونزلت، هي دي الاوبزيت بتاعتها او اللاعبه البديل من ندى وليد مع ايه خالد. اللاعبات نادي وادي دجله على ايدك اليمين بالزي الاسمر امام حضراتكم، رقم 6 هي تلعب الارسال، ولاء وليد واستقبال من النادي الاهلي واعداد وضربه ساحقه والنقطه الاولى للنادي الاهلي من مي غزال رقم 14. هنلعب بقى سيناريو بقى اكيد سيناريو الشوط الثاني يتكرر، ونحاول نضرب ونلعب وناخد نقط ونستقبل وندافع عن الملعب، تغطيه على حائط الصد، تغطيه على الضارب، وادي اهو ارسال واستقبال مره ثانيه واعداد خلفي ومحاوله، وادي ندى وليد يا جماله يا جماله، وليبرو ضربه خلفيه ايه لاعيبه النادي الاهلي، وحائط صد مره ثانيه، مريم ساره بترفع هناك في لساره امين رقم 11، وادي مره ثانيه وادي دفاع عن الملعب، وادي مي غزال خبطت في مريم ثروت وهي طالعه تدافع عن الملعب، ما خدتش بالها مريم وهي راجعه بظهرها، فجت نقطة لنادي وادي دجلة ونقطة التعادل. 1-1 والإرسال مع النادي وادي دجلة، ممكن تيجي في الشبكة، ونقطة للنادي الأهلي. والإرسال مع النادي الأهلي، 2 الأهلي هم بيتكلموا مع بعض اللاعبات. وإرسال من أعلى مي غزال مرة ثانية، محاولة دفاع عن الملعب اهو، ده اللي احنا كنا بنقول عليه، استقبال الكرة الأولى والدفاع عن الملعب من حائط الصد والضرب الصاعق
اهم حاجه عشان نبني هجمه ونجيب نقطه. وادي النقطه الثالثه للنادي الاهلي اهي، مي غزاله اهي طلعت ولمست الكره ونزلتها ملعب نادي وادي دجله ونقطه للنادي الاهلي. ارسال النادي الاهلي، استقبال، اعداد، وحائط صد لا احسن ولا اروع من ايا الشامي ومي غزال. اهم بيشدوا عضد بعض الاثنين، مي واهم طالعين مع بعض، حائط صد جميل وموفق من مركز اثنين. والنقطه الرابعه للنادي الاهلي، الجماهير اكيد بتشد حماسنا كمعلقين واحنا بنتفاعل معاها ومع اللعب الجميل. اهو دفاع عن الملعب من مريم ثروت واعداد، وهي الشامي بتلعب الكره كده مره تانيه خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي. والنقطه الخامسه، خمسه الاهلي واحد وادي دجله. ووقت مستقطع طلبه الكابتن احمد سعيد المدير الفني لنادي وادي دجله. طبعا النتيجه بدايه، وادي كابتن حمدي الصافي اهو بيشجع اللاعبات وطبعا مبسوط هو وكابتن ياسر صلاح واحمد عبد الفتاح. وادي الشكل، وادي دجله كابتن احمد سعيد طبعا هو وجهازه بيكلموا لاعبته. انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه كابتن احمد سعيد، وادي تعليمات من اخر حاجه من كابتن حمدي الصافي لآية الشامي بنت كابتن حمدي الشامي والدها المدير الفني نادي الشمس الاسبق. وادي ارسال مره ثانيه، وحائط صد ودفاع من ندى وليد. تسلم ايديكي يا ندى. فعلا قلنا الاستقبال يا ندى. ومره ثانيه وادي كوره من آية الشامي، حائط صد وفي تغطيه على حائط الصد اهو. اعداد مريم، ضربه ساحقه من ساره امين. مره تانية النادي الاهلي اهو دفاع عن الملعب، شفنا الدفاع عن الملعب وشفنا التغطيه على حائط الصد، ولكن الكره اسرع، الكره دي اسرع، ونقطه النادي وادي دجله النقطه الثالثه. ارسال مع نادي وادي دجله، ارسال من اعلى، استقبال، اعداد مريم ثروت خلفي، ايا الشامي يا ولد خارج الملعب، خارج بس حلوه، ملعوبه حلو يا ايا. ايا الشامي لعباها، بص طالعه ومدياها الخطوات وضربه، ضربه قويه، ولكن هي جت خارج الملعب، هي لعباها عشان تجيب نقطه. النقطه الثالثه لوادي دجله، ثلاثه وادي دجله، خمسه الاهلي. اهي شبكه ونقطه للنادي الاهلي، النقطه السادسه، دبل سكور، يلا يا بنات. والارسال، ما طبعا مباراه حماسيه وممتعه بحضور الجماهير، ومباراه بين فريقين كبيرين الاهلي ونادي وادي دجله. والنتيجه 6 الاهلي 4 وادي دجله، ارسال ضايع من الاهلي. ارسال وادي دجله، ارسال قوي، استقبال واعداد مريم ثروت، وضربه ساحقه من آية خالد. مره تانية في دفاع عن الملعب، آية مريم بتعد خلفي لآية الشامي، والمره دي جوه، والمره دي جوه. عفوا، اهي ادي الاعاده، مخرجنا بيعيدها، ونقطه للنادي الاهلي المرة دي جوه يا آية. برافو عليكي يا آية، تسلم ايديكي. وارسال من اعلى، سبعة الاهلي اربعة وادي دجلة، وضربة ساحقة من ماحقة من مركز ثلاثة سريعة كده، بيجيب بيها النقطة التاسعة اهي، طالعة اهي كابتن آية خالد رقم 16 في مركز ثلاثة، وطالعة ولعبت الكورة صد رد ويجيب منها نقطة اهي اهي اهي. مرة تانية، مرة تانية لعبتها، المرة التانية تسعة الأهلي أربعة وادي دجلة. طلعت المرة التانية ورا بعض، آية خالد بتطلع وتجيب النقطة كليكيت تاني مرة. آية الشامي على الإرسال، استقبال وحش جدا من وادي دجلة، والنقطة العشرة، عشرة الأهلي أربعة وادي دجلة، وآية الشامي على الإرسال. برافو يا بنات الأهلي، برافو يا لاعبات الأهلي، كده أحسن، هو ده اللي احنا عايزينه.
لازم نبقى احسن، عايزين نفوز الشوط ده كمان وناخد الثالث وناخد الرابع. ده الثالث ان شاء الله، ناخد الرابع كمان اللي جاي ويبقى ونفوز بالمباراه. 11 الاهلي 4 وقيس من ايا الشامي. النقطه الاخيره اللي هو الارسال الاخير، ايا على الارسال، في اعتراض من لاعبات نادي وادي دجله على قرار الحكم، وارسال ايا استقبال اعداد مرة تانية. بص تغطية، ادي التغطية اللي احنا بنتكلم عليها، تغطية على حائط السد. مرة تانية، لا عايزين اسرع، عايزين الاستقبال يبقى اقوى واحسن. معلش المرة دي 5 الاهلي 11 5 وادي دجلة، الاهلي 11. الاهلي طبعا بيتصدر مجموعته برصيد 33 نقطة بعد ما لعب 12 مباراة، فاز في 11 وخسر مباراة. الزمالك بيجي في المركز الثاني، لعب 11 و30 نقطة لأنه تأجل له ماتش كان فيه عنده لاعبات في منتخب الشاطئية. والأهلي يتقدم 12، ودعاء الغباشة على الإرسال. 12 الأهلي 5 وادي دجلة، استقبال واعداد، ضربه ساحقه ومحاوله من النادي الاهلي، اعداد من مريم ثروت وضربه من ساره امين خارج الملعب، خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 13. على الارسال دعاء الغباشي رقم 4، ارسال من اعلى، استقبال ومحاوله من ايه خالد، ولكن خطا كده على ايه، تداخل. ستة وادي دجلة، 13 الاهلي، والارسال مع وادي دجلة. استقبال ومحاولة من لاعبات النادي الاهلي، اهو تعدي الكرة سارة امين. حاط الصد بقى فين؟ يلا يا آية، آية خالد مرة تانية، سارة أمين بتضرب من مركز 4، ولكن الكرة مستمزلت مستمرة. دعاء الغباشي وضربة ساحقة من 16 آية خالد، ما زال المجال مستمر والكرة في مجال العبور. وندى وليد بالدافع وضرب خلفي مرة تانية، والكرة من سارة أمين، آية آية الشامي، وحائط صد اهو، ودفاع عن الملعب مرة تانية من سارة أمين، وأدي الكرة ما زالت مستمرة خارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي. برافو لاعبات النادي الأهلي، يعني أعتقد أكتر من دقيقة الكرة اللي فاتت دي في الملعب. والنتيجة تقدم الأهلي 14-6 لوادي دجلة، فارق سكور طبعا كبير 8 نقاط. وادي آية خالد على الإرسال رقم 16، الصالة طبعا مزدحمة بالجماهير وبقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وبيجايين يشجعوا فرقتهم النادي الأهلي أمام وادي دجلة، ومباراة كويسة ممتعة. إعداد وادي ضرب خلفي من دعاء الغباشي، وادي ضربة ساحقة من مي غزال وبتجيب نقطة، النقطة 15. 15 الاهلي 16 وادي دجله. في وقت مستقطع طلبوا الكابتن احمد سعيد، طبعا هو شايف الفارق 9 نقاط، وده يعتبر الوقت المستقطع تقريبا الثاني. ما هو كابتن حمدي الصافي مبسوط طبعا وبيدي تعليماته وهو مستريح، يعني احسن من الشوط الاول اللي كان بص هنا ادي العكس اهو، فريق نادي وادي دجله في شد وتنشن طبعا عشان فارق النقاط، وطبعا في فارق خبرات وفارق مهارات، طبعا الفرقتين كبار وكل الامنيات لفريق النادي الاهلي لكره الطايره للسيدات. لو انت لسه جاي امام قناه النادي الاهلي، الاهلي للسيدات بيتفوق على فريق وادي دجله الشوط الثاني بفارق 9 نقاط، الشوط الاول الشوط الثالث، اما الشوط الثاني
كان 25/9، الشوط الاولاني 25/17 لوادي دجله، وكده النتيجه 1-1. واحنا في الشوط الثاني او الثالث في المباراه، وتقدم لاعبات النادي الاهلي والنقطه 16. 16 الاهلي، 6 وادي دجله. والارسال مع لعيبه رقم 16 ايه خالد، مركز 3 اهي. ايه هتلعب ارسال من اعلى، ايه مركز 3، ايه بتلعب من الاعلى، استقبال اعداد مركز 4 بيشوط وحائط صد قوي. مريم ثروت ومي غزال، حرف الميم عامل شغل. مريم ثروت ومي غزال، والنتيجة 17 الأهلي، 6 وادي دجلة. والتقدم للنادي الأهلي، وآية خالد على الإرسال رقم 16، استقبال إعداد وفي دفاع عن الملعب من آية الشامي مرة تانية، هات صد جميل. مريم ثروت طالعة ومرجعة الكورة ومقفلة الشبكة اهي، طالعه اهي لوحدها اهي، اهي معاها مي غزال جنبها، بس الكوره جت في ايد مريم ثروت. والنتيجه تقدم النادي الاهلي 18-6، فارق 12 نقطه. الارسال القوي واستقبال واعداد دفاع عن الملعب ايا الشامي، مريم ثروت، ساره امين بتضرب هناك من مركز 4 مره ثانيه، ودفاع عن الملعب من ايا خالد، مريم ثروت وضرب خلفي من دعاء الغباشي. كل اللاعبات بتضرب وبتعد وبتلعب كلهم بسم الله ما شاء الله. مريم ثروت اعداد، ضربه ساحقه من مي غزال سريع من مركز 3. 19 الاهلي، 6 وادي دجله. اهي طالعه وضربه وتاتش جت في لاعبه من نادي وادي دجله وخرجت بره ونقطه. وايه خالد ما زالت على الارسال رقم 16. 16 19 الاهلي، وادي الكابتن خالد مرتجي او المهندس خالد مرتجي امين الصندوق جاي اهو داخل امام حضراتكم. طبعا اكيد جاي يشجع بنات الاهلي. والنتيجه 20 الاهلي، 6 وادي دجله. والارسال مع النادي الاهلي، اهو كابتن خالد مرتجى، المهندس خالد مرتجى، ومعاه الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي. المهندس خالد مرتجى امين صندوق النادي الاهلي، والكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي. طبعا جايين يأزروا فريق الكره الطايره للسيدات. والارسال مع ايه خالد رقم 16 وخارج الملعب، معلش تتعوض. 7 وادي دجلة و20 النادي الاهلي، فارق 13 نقطة. ادي احتياطي النادي الاهلي، وادي تغيير لنادي وادي دجلة، 5 داخلة مكان 6، 5 اللي هي مريم جمال هتلعب ارسال. ارسال من اعلى واستقبال النادي الاهلي، اعداد مريم ثروت وضرب سريع من مي غزال وحائط صد مشروخ. والنقطة 21 للنادي الاهلي يا جماله يا جماله على لاعبات النادي الاهلي بقى كده لما بتسمع جماهير الاهلي بتشجعها. يا سلام. وادي الارسال مع مريم ثروت 15 معد الفريق. ارسال من اعلى مريم، استقبال اعداد في مركز 2 وضربه ساحقه ودفاع عن الملعب من مريم واعداد وندى وليد. وايه الشامي بتضرب وبتيجي في لاعبه نادي وادي دجله وخارج الملعب، فرحه جميله بتاع يعني فرحه الفوز وفرحه فارق النقاط. والنتيجه 22 الاهلي، 7 وادي دجله. ومريم ثروت على الارسال، معد الفريق رقم 15 اتغير الشكل في الشوط الثاني والثالث خالص خالص. مريم بتعد، مي غزال بترفع لساره امين رقم 11 اللي بتجيب النقطه 22. 23 الاهلي، 23 7 وادي دجله.
وما زالت مريم ثروت على الارسال. ارسال من اعلى. مريم ثروت تلعب ارسال من اعلى مع الوز باستقبال اعداد. هيتصدى اهو من ايه الشامي. مريم بترفع هناك لساره امين وبتضرب. ونقطة للنادي الاهلي والنقطة 24 فور باص. 24 الاهلي 7 لوادي دجلة. يعني فارق سكور كبير جدا. 17 نقطة. 17 نقطة فارق. الارسال مع النادي الاهلي. مريم ثروت ما زال مستمر. ارسال من اعلى. استقبال خارج الملعب والنقطة 25. ويتقدم النادي الاهلي 2-1 الشوط الثالث 25-7 ويفوز النادي الاهلي بالشوط الثالث 25-7 وتقدم للنادي الاهلي 2-1 وادي دجله. الاشواط 25-17 وادي دجله 25-9 الاهلي 25-7 طبعا وراحه ما بين الشوطين الثالث والرابع. ونعود لحضراتكم مره ثانيه تابعونا مع حضراتكم في الشوط الرابع لمباراه الكره الطايره بين فريقي النادي الاهلي اللي على ايدك اليمين بزيه الاحمر وبنطلون الاسود لكره الطايره الممتاز انيسات، وعلى ايدك اليسار فريق نادي وادي دجله بزيه الكحلي القاتم او الاسود. وارسال من النادي الاهلي. مريم ثروت بتلعب ارسال والنتيجه تقدم النادي الاهلي شوطين مقابل شوط لوادي دجله. الشوط الاولاني 25-17 لوادي دجله. الشوط الاول الثاني للنادي الاهلي 25-9. الشوط الثالث 25-7 ونقطه الاولى في الشوط الرابع لوادي دجله. طبعا شفنا تشكيل النادي الاهلي، تشكيل لاعبات النادي الاهلي. طبعا مريم ثروت معده الفريق رقم 15، ايا خالد مركز 3 رقم 16، مي غزال رقم 14 مركز 3 برضو، سلمى يوسف 17، ديانا رايس رقم 5، وادي ايا الشامي رقم 1، وادي ندى وليد ليبرو الفريق رقم 2، وساره امين رقم 11، ودعاء الغباشي رقم 4 مركز 4. ونقطة التعادل للنادي الاهلي. وساره امين على الارسال رقم 11 بتضيع الارسال. ساره يلا يا جماعه، يلا يلا يا لاعبات النادي الاهلي انتن الاحسن. ارسال مع نادي وادي دجله. ارسال من اعلى خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي. والنقطه 2 التعادل. 2 الاهلي 2 وادي دجله. عايزين نكرر بقى سيناريو الشوط الثاني والثالث عشان نفوز بهذا اللقاء ويبقى 3-1. ما نلجاش للشوط الحاسم والخامس. استقبال وادي دجله. اعداد وادي النادي الاهلي. وحشه بتتأني بنفسها مي غزال وهي بتدافع. كانت عايزه تجيبها احسن من كده. استقبال الاهلي. اعداد مريم ثروت وايه خالد بتضرب من مركز 3 وبيجيب النقطه والتعادل 3-3 اهي مركز 3 وطالعه وضربه سريع. وبتيجي في ليبرو نادي وادي دجله بتبقى خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي. ايه الشامي على الارسال. استقبال اعداد حائط صد قوي. نقطه لنادي وادي دجله. لازم نوقف الضرب يا جماعه اهو من مركز 4 ونخلي بالنا من الضرب من مركز 4 والمركز 3. استقبال كده نقطه لنادي وادي دجله والنقطه 5. استقبال النادي الاهلي واعداد مريم وضربه ساحقه. يلا يلا يا دعاء. مريم تاني بتلعب خلف الايه. ايه الشامي مره تانيه اهو. يلا اعداد يا مريم. يلا يا ساره. ونقطه من ايه الشامي. نقطه رقم 4. برافو يا ايه.
عفوا. دعاء الغباشي على الارسال رقم 4، ارسال من اعلى، استقبال، اعداد، مره ثانيه لاعبات النادي الاهلي اهو. يلا يا مريم شدي لباربعة هناك، والنقطة رقم 5 ونقطة التعادل. خمسة خمسة، والإرسال مع النادي الأهلي. إرسال من دعاء، استقبال، ودي حائط صد جميل من آية خالد ومريم ثروت، والنقطة الستة، ويتقدم لاعبات النادي الاهلي اهو. طالعين حائط سد، قفلوا الشبكه وظلموها. وقت مستقطع لنادي وادي دجله، طلبوا كابتن احمد سعيد. طبعا هو لاعبات الاهلي تقدمت، ولاعبات النادي وبعدين الاهلي تقدم اهو بفرق نقطه 6 5. طبعا الجهاز الفني كله اهو امام حضراتكم، الكابتن احمد سعيد وكريم عفيفي بتوع نادي وادي دجله، ومحمود زمزم، ومي محمود حسني المحلل التقني، وميرا، كلهم بيساعدوا، وجهاز النادي الاهلي طبعا حمدي الصافي وياسر صلاح واحمد عبد الفتاح، كل دول لاعبي جهاز الفني للنادي الاهلي. دعاء الغباشي على الارسال، ما زالت على الارسال، استقبال، اعداد خلفي، وحائط صد، ومحاوله من لا ليبرو الفريق نادى وليد، وفعلا بتنقذ الكرة مرة تانية. دفاع عن الملعب اهو، دعاء الغباشي، وسارة هتعدي الكرة كده بجر، لأن هي ما طلعتش مع الإعداء مع الرفع. مرة دفاع عن حائط الصد اهو، تغطية على حائط الصد، وأدي مرة ثالثة حائط صد، وأدي برضه تغطية أهي. برافو برافو سارة، برافو سارة وآية، والكرة ما زالت مستمرة في الملعب نادى وليد. يلا يا آية مرة تانية، هات الصد من آية خالد، ونقطة السبعة، ويتقدم الأهلي 7 5. أهي طالعة، هات صد جميل من آية خالد رقم 16 مع سارة أمين، وأدي الإرسال مع دعاء الغباشي رقم 4، ارسال من اعلى، استقبال، اعداد، ومحاوله لحائط الصد، ولكن نقطه للنادي الاهلي 7 الاهلي 8 8 الاهلي 5 وادي دجله. وما زالت دعاء الغباشي على الارسال، ارسال قوي بيصعب مهمه المنافس، استقبال مره ثانيه، واعداد خلفي، وايا خالد، ونقطه للنادي الاهلي. ايه تسلم ايديك يا آية، 9 الأهلي، وادي دجلة 5، كده أحسن أهو. آية طالعة وضربة وجت في الليبرو برضه وخارج الملعب، وتغيير لنادي وادي دجلة، 2 داخلة 5 خارجة، 2 اللي هي ميادة الخبيسي دي معد، وخمسة خارجة اللي هي مريم جمال. دعاء الغباشي إرسال برضه، وإيس وإيس، والنقطة العاشرة كده، يعني كده بقينا احسن، وخدنا الثقه بعد ما رجعنا للمستوى بتاعنا. ودلوقتي الاهلي متقدم دبل سكور في الشوط الرابع 10 5، ومتقدم في الاشواط شوطين مقابل شوط. طبعا جماهير الاهلي اللي عملت تغيير استراتيجي في هذا اللقاء، وطبعا لاعبات النادي الاهلي يعني الجماهير خلت اللاعبات تأدي بطريقه احسن، وفي حماس وفي تشجيع وفي تحفيز. اعداد مريم ثروت، وضربه خلفيه من دعاء الغباشي، ولكن اتعملت او اتحسبت ضرب خلفي. 6 وادي دجله، 10 الاهلي، والارسال مع وادي دجله رقم 18 شاهندة حاتم، ارسال من اعلى، استقبال، اعداد، ضربة ساحقة، سارة أمين، تسلم ايديك يا سارة مرة تانية، اعداد من ضربة ساحقة من دعاء الغباشي، أصرت عليها وجابت نقطة، نقطة 11، والإرسال مع النادي الأهلي أهي، طلعت وارتقت قبل الخط الأمامي وضربت من أعلى الحافة العليا للشبكة.
11 الاهلي، 6 وادي دجله، والارسال معايا خالد رقم 16 كده. اعتقد في اعتراض برضو من لاعبات النادي وادي دجله على قرار الحكم برضو، يعني عايزين نشوف او تغييرات، يعني اما اعتراضات يا اما تغييرات. ارسال من ايه خالد رقم 16 خارج الملعب يا ايه، نادل الزاوية الارسال شويه. سبعه وادي دجله، 11 الاهلي. ارسال من اعلى وادي نقطه ايس لنادي وادي دجله النقطه الثامنه، كابتن حمدي الصافي بينادي نخلي بالنا من الارسالات عشان الفارق كده بيقل، وعايزين نفوز بالشوط الرابع ونخلص بدل ما نخش للشوط الخامس والحاسم. ارسال من اعلى استقبال النادي الاهلي، اعداد ضربه ساحقه ساره، في دفاع في تغطيه على حائط الصد، عدي يا دعاء مره ثانيه، استقبال حائط الصد، نخلي بالنا من الضربات اللي بتيجي سريعه اهي من مركز ثلاثه او اربعه كده. الفارق قل الى نقطتين. وقت مستقطع طلبه الكابتن حمدي الصافي اكيد. طبعا الفارق قل لنقطتين. امام حضراتكم هو الكابتن حمدي الصافي، تعليماته لمريم ثروت ولساره امين ودعاء الغباشي وآية الشامي ومي غزال وآية خالد. وانتهى الوقت المستقطع وكل فريق في مكانه. بتشاور الحكم الثاني اهي ياسمين اشرف بان كله تمام والارسال، عشان تشاور او عشان تعطي الاشاره ببدء الارسال او بلعب الارسال. ساره امين بتلعب ارسال خلفي، ساره بتشوطه هي من مركز اربعه، محاوله مره ثانيه. لازم تبقى الشوطه بنقطه يا بنات عشان ما نقعدش نرجع ندافع. برافو برافو مي غزال، مي غزال النقطة 12 ورايحة مريم ثروت على الإرسال اهي. بص مي طالعة وضربة، الكورة جت في اللاعبة الخلفية وخرجت الملعب، تبقى نقطة للنادي الأهلي. مريم ثروت على الإرسال و12 الأهلي، 9 وادي دجلة. يلا يا مريم وشك حلو. إرسال من أعلى اهي بتعدي الكوره مره تانية يا مريم. يلا عدي خلفي، وضربه ساحقه ومحاوله من دعاء الغباشي. ساره امين بتضرب مره تانية، حائط صد بقى يا بنات اهو، حائط صد اهو اهو، نقطه اهي، نقطه 13، نقطه 13 للاعبات النادي الاهلي. طالعين حائط صد اهو، زوج جميل من ايه الشامي ومي غزال، وبيجيب نقطه. نرجع بقى للعب الجميل. ارسال مريم ثروت كليكيت تاني مره، معد الفريق رقم 15. ارسال وحش واستقبال وحش، الارسال حلو لكن الاستقبال اللي وحش من لاعبات نادي وادي دجله، والنقطه 14 والتقدم للنادي الاهلي، والنقطه 14. كليكيت ثالث مره ورابع مره ان شاء الله يا مريم. مريم ثروت على الارسال، مريم بتلعب ارسال قوي اهو، استقبال تاني، اعداد ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 15. في ارتباك كده وقلق في فرقه وادي دجله في الاستقبال. الكره الاولى قلنا لحضراتكم استقبال الكره اللي رايحه للحكم الاول كابتن مايا محمود، اسالها اكيد على حاجه او قراراتها. اهو الكابتن حمدي الصافي نزل رقم 7 اللي هي مريم الصغير. الليبرو الثاني بتاع الفريق.
ارسال من اعلى مريم ثروت، استقبال اعداد ودفاع عن الملعب من ليبرو الفريق، ومحاوله مره ثانيه مره ثالثه، استقبال اهو، حائط صد ناجح من لاعبات النادي الاهلي، والنقطه رقم 16 اهي مريم الصغير، مريم الصغير والارسال مع النادي الاهلي. مريم ثروت تغيير كده في ما طبعا في ارتباك في صفوف نادي وادي دجله، هيعمل تغييرات الكابتن احمد سعيد عشان يقدر يغير او يقلل الفارق 16 9 فارق 7 نقاط. ودي حائط صد من لا لا ما نسيبهاش كلنا ونتفرج عليها كده، هتعمل تغيير رقم 5 اهي طالعه بتزك مكان رقم 17 مريم جمال من نادي وادي دجله، 17 دخلت اللي هي ملك البحيري. الارسال مع وادي دجله، 10 وادي دجله، 16 الاهلي، استقبال كده لمريم الصغير، وضربه ساحقه من ايه الشامي مره تانية خارج الملعب. لا دي جت في الملعب، ونقطه لنادي وادي دجله، النقطه 11. ارسال وادي دجله، 11 وادي دجله، 16 الاهلي، استقبال الاهلي، اعداد مريم ثروت، ومي غزال بتلعب الكره فوق حائط الصد مره ثانيه، حائط الصد طالع، ولكن الكره دي قويه قويه. 12 وادي دجله، 16 الاهلي، ارسال مع وادي دجله، استقبال الاهلي، ليبرو الاهلي، ولكن وحشه يا مريم، مريم الصغير دي رقم 7. ارسال مع نادي وادي دجله، 13 وادي دجله، كده الفارق يعني كان 15 9 بقى 16 14 نقطتين، بقى 16 14 نقطتين فارق بس. ده الشوط الرابع، طبعا الكابتن حمدي الصافي طلب وقت مستقطع، يعني لقى ان الفارق قل جدا، فطبعا هو عايز يلعب على زياده الفارق عشان يخلص من الشوط الرابع. تعليماته طبعا سريعه كابتن حمدي الصافي، وخلص منزل لعيباته، خلص الوقت المستقطع اللي هو طالبه. الجهاز الفني للنادي الاهلي، كابتن حمدي الصافي مدير فني، ياسر صلاح مدرب عام، احمد عبد الفتاح مدرب، ايهاب حسن مدير اداري، رانيا عبد العزيز مخطط احمال، وليد عصمت اداري، هدير وحيد طبيب، من عادل توفيق علاج طبيعي، كابتن شريهان سامح محلل تقني. دي اخت الكابتن نهله سامح كابتن الاهلي. ارسال استقبال من النادي الاهلي، وضربه ساحقه من مي غزال مره ثانيه، وادي ايه الشامي بتضرب، ونقطه للنادي الاهلي، والنقطه 17. اهي مي غزال طالعه وضربه من ايه الشامي، اعداد قوي من مي غزال، وبتجيب النقطه 17، ويتقدم النادي الاهلي 17 14. تغيير في صفوف وادي دجله، وعلى الارسال ساره امين رقم 11. ساره هتلعب ارسال من اعلى، ساره امين مستنيه التغيير اللي حصل او التغييرات اللي حصلت في وادي دجله. ساره هتلعب ارسال من اعلى، استقبال وادي دجله، اعداد، وبتلعب الكره كده وبتروح عليها دعاء الغباشي، وضربه ساحقه من ايه، ولكن حائط الصد بيكون اسرع. نقطه لوادي دجله، والارسال مع وادي دجله، 15 وادي دجله، 17 الاهلي، لازم نفرق شويه، خارج الملعب، والنقطه 18، ورايحه مي غزال رقم 14، النجمه الواعده الجديده
اللي هتكون في صفوف النادي الاهلي اللي فرقت مع الاهلي في مباراه الاهلي والزمالك الاولى، وكان من كانت من اسباب الفوز. مي غزال محاوله مره ثانيه، وادي ضربه ساحقه من دعاء الغباشي مره ثانيه خارج الملعب، ونقطه لوادي دجله، نقطه لوادي دجله، كده فارق نقطتين 16 وادي دجله 18 الاهلي. ارسال من وادي دجله، استقبال الاهلي من ليبرو الفريق مريم، ومحاوله بعد الكوره ويجيب النقطه 19. يلا يا اهلاويه شد حيلكوا شويه، اهي طالعه اهي، وضربه دعاء الغباشي وبيجيب نقطه 19 الاهلي 16 وادي دجله. ارسال استقبال ضربه ساحقه ومحاوله للدفاع عن الملعب من ايه، برافو يا ايه، حائط صد في دفاع عن او تقطيع على حائط الصد، برافو مريم ثروت بدل ما تعيد تلعب الكوره مره ثانيه. حائط الصد في النادي الاهلي كان ليه فاصل كبير وفي ان هو يغير النتيجه ويغير الاداء. معلش يا مريم، يلا مريم ثروت، والنقطه 17 ولا نقطه 18؟ نقطه لدجله. ارسال من اعلى، استقبال كده من الليبرو الاهلي مريم الصغير، ومحاوله والاداء، وادي ضربه خلفيه ونقطه للنادي الاهلي من ساره امين. ساره امين كده بتشوط وبتجيب النقطه 20. 20 الاهلي، اهي ساره ضربه وطالعه خلفي وجابت نقطه. نقطه 20 الاهلي، 17 وادي دجله، والارسال مع النادي الاهلي اهو. مي غزال ارسال من اعلى، استقبال، وادي محاوله حائط الصد خارج الملعب، ونقطه للاهلي 21 عفوا 21 الاهلي. ما نضيعش يا دعاء، نقطه لوادي دجله، نقطه 18 وادي دجله، الاهلي 21. في تغيير لوادي دجله، 24 خارج، داخله رقم نشوف لحضراتكم اهو، والارسال مع وادي دجله. استقبال من النادي الاهلي دعاء واعداد مريم، وضربه ساحقه ايا كانت شايله الكوره مريم ثروت. معلش 19 وادي دجله، 21 الاهلي، احنا برضو فارقين نقطتين. ارسال وادي دجله، استقبال، اعداد خلفي، ويلا يا ايه، يلا يا ايه، خارج الملعب يا ايه، خارج الملعب. معلش برضو فارق نقطه واحده، فارق نقطه واحده. استقبال، اعداد مريم ثروت عايزه تجيب نقطه كده بليسنج، محاوله مره تانية في تغطيه على حائط الصد من الليبرو، اهو اعداد مريم ثروت. يلا يا ساره امين مره تانية، ونقطه التعادل. ليه كده 21 21. خلي بالنا بقى من الاستقبال اللي جاي ده، هو اللي هيفرق معانا في اللقاء وفي المباراه وفي الماتش وفي هذا الشوط. لو خدنا النقطه دي ان شاء الله والنقطه اللي بعديها تفرق معانا جامد. اهي يلا يا ايه، برافو يا ايه، برافو برافو برافو. اعداد خلفي من مريم ثروت، ايه خالد بيجيب النقطه 22. اهي بص، اعداد خلفي وضالعه وبتضرب وبتجيب النقطه 22.
22 الاهلي 21 وادي دجله، والارسال معايا خالد. يلا يا ايه هاتي ايس. الله عليك يا ايه، الله الله الله، نقطه 23. يلا هاتي ايس كمان يا ايه. 23 الاهلي 21 وادي دجله اهي. ايه لسه بقول لها هاتي ايس، جابت ايس، جابت نقطه. 23 21 يلا يا آية، ربنا يحميكي، تسلم ايديكي. استقبال واعداد ومحاوله لحق صد وخارج الملعب وجايه في الانتنة، المفروض جايه في الانتنة، جايه في العصايه، تبقى على اخر حد لمس الكوره اهي في الاعاده، اهي باينه اهي اهي. كابتن آية الشامي كابتن الفريق رايحة للحكم الأول، هي المفروض تبقى نقطة للنادي الأهلي يعني 24 21 مش 23 22. حسبت خلاص القرار بتاع نجلاء طلعت، الكابتن نجلاء طلعت حكم المباراة، نقطة لنادي وادي دجلة 23 22 وادي دجله، 23 النادي الاهلي، والارسال مع وادي دجله. ارسال من اعلى، استقبال باوه خارج الملعب، والنقطه 24. 24 النادي الاهلي 22. يلا يا بنات اقتربنا من الفوز بهذا الشوط وهذا اللقاء، ونتصدر مجموعتنا برصيد 36 نقطه. وادي الارسال مع مريم ثروت، واستقبال واعداد، ما هي الكره في ملعبنا بقى، نعد ونضرب بقى. يلا يلا يا مي مره ثانيه، مي غزال، ونقطه الفوز ونقطه الشوط، والنقطه 25 22 25 22، وتفوز النادي الاهلي على نادي وادي دجله 3-1 في هذا اللقاء المثير والممتع واللذيذ اللي كان فيه لاعبات النادي الاهلي. تحولنا بعد الشوط الاولاني وخساره الشوط الاولاني 25-17، الشوط الثاني 25-9، الشوط الثالث 25-7 للنادي الاهلي، الشوط الثالث 25-22، والف مبروك للنادي الاهلي والجهاز الفني كابتن حمدي الصافي ولاعبات النادي الاهلي والنشاط الرياضي وجماهير النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي بالفوز الجميل اللي ما فيش احلى من الفوز واحلى من كده. مبروك للنادي الاهلي 3-1 وتصدر مجموعته برصيد 36 نقطة، وإلى تحيات إلى المباريات الأخرى، ومع تحيات محدثكم دكتور مروان صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.